متابعين بصباحنا وبنجدد التحية لكل مين انضم لصباحنا غير لليوم. وصلنا لفقرتنا التالية يا نور. أكيد ليا اليوم موضوعنا كثير مهم، نلقي الضوء على واقع التربية الرياضية بالمدارس. سابقا ما كنا نشوف اهتمام بالحصة الرياضية، دائما يمكن كانت تروح للحصص الأخرى. بال10 سنوات الأخيرة عم نشوف توجه كثير كبير لوزارة التربية بالاهتمام بالحصص الرياضية، تفعيل دور الحصة الرياضية بالمدرسة، قديش مهم نطور النشاطات الرياضية في وزارة التربية وعبر مديرياتها. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع الدكتور عبد الحميد الزرير، رئيس دائرة التربية الرياضية في وزارة التربية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير استاذ، اهلا وسهلا فيك. يعني بالبدايه خلينا بس هيك نضوي على فكره انه نحن عندنا يعني مواهب رياضيه متعدده بكل المدارس ولجميع الاعمار. اليوم ضمن خطط الوزاره، اليوم بمدارسنا، كيف نحن عم يتم تصنيف الاطفال يلي موهوبين برياضه محدده؟ كيف عم نطور هذا الشيء بعيدا عن انه فرز حصه الرياضه هي لإعطاء دروس هي كحصة فراغ أو استعارة من حصص تانية؟ خلينا نحكي اليوم كيف نحن عم نحتضن أبنائنا الرياضيين. طبعا نحن خلال تنفيذ درس التربية الرياضية يلاحظوا زملائنا المدرسين الرياضة بعض المواهب الرياضية عند بعض الطلبة. نحن خلال العام الدراسي وزارة التربية تقيم عدة بطولات مدرسية على المستوى المنطقة، ثم على مستوى المحافظة، ثم على المستوى المركزي اللي هي على مستوى السورية كاملة، ويشاركوا معنا الأبطال الرياضيين بهاي المجالات. طبعا احنا وزارة التربية الهدف الأساسي من حصة التربية الرياضية انه إدخال الطفل بمرحلة نشاط، صحيح، وعدم وسحب حالات الخمول أو الملل من، يعني يعتبر درس الرياضة من أمتع وأفضل الدروس عند الطفل. لذلك احنا وزارة التربية حطينا انه لازم يكون الدرس يعطى بشكل علمي صحيح ويحقق الغاية والمطلوب منه. طبعا نحن وزارة التربية ايضا عدد دروس الرياضة وعدد البطولات اللي عم تصير عندنا، عندنا مراكز تدريبية وخصوصا لهدول الاطفال الموهوبين اللي تم كشفهم اثناء البطولات الرياضية او اثناء العملية التعليمية. طبعا لهي المراكز التدريبيه بكل محافظه لا يقل عندنا من 10 او 12 او 15 مركز تدريب بعده العاب. يتم تدريب الاطفال فيها بطريقه منهجيه ومن ثم رفدهم للانديه الاهليه الموجوده في المحافظات. صحيح. يعني نحن نعتبر كوزاره التربيه هو الخزان الحقيقي للابطال الموجودين في سوريا، لانه احنا الطفل يتم اكتشاف الموهبه منذ صغرها. صحيح. ويتم رعايتها لحتى ما يوصل لمرحله فنيه عاليه بالاداء او التنفيذ الرياضي. قبل ما نحكي عن بطوله العاب القوى اللي عم تجهزوا لها، خلينا نحكي عن واقع التجهيزات الرياضيه بالمدارس. يعني يمكن حكيت بالمقدمه سابقا ما كنا نشوف هذا الاهتمام، بس فعليا كمان دور تفعيل التجهيزات الرياضية لتفعيل الأنشطة الرياضية هي جزئية تشاركية. يعني ما فيني أنا أفعل الأنشطة الرياضية إذا ماني مهيئة المدارس اللي عندي. تمام. كيف عم يكون التجهيز الرياضي اليوم؟ عم يكون في يمكن جهود، خلينا نفصلها أكثر للناس. هلا للأمانة نحن سوريا قبل الحرب، ليس سوريا ما بعد الحرب. صحيح. احنا عايشين بأزمة، وخصوصا هلا الأزمة الاقتصادية هي عجلة التقدم العلمي بجميع مفاصل الدولة. ومع هيك نحن، وانا اشكر من منبركم هذا، جميع المبادرات الاهليه اللي عم تتم تقديم تجهيزات رياضيه لبعض المدارس، احيانا حتى مو بس تجهيزات رياضيه، احيانا حتى تجهيزات مثلا دهان، شبابيك، ابواب، مازوط عم تقدم لمدارسنا. طبعا نحن سابقا قبل الازمه كانت اسعار الادوات الرياضيه جدا رخيصه، وكان يتم تجهيزها من حصه التعاون والنشاط الذي يتم مع بدايه العام الدراسي. الوقت الحالي التعاون والنشاط ما عاد فينا نشتري منه طابه واحده للمدرسه، لذلك صرنا نعتمد بشكل اساسي على المجتمع المحلي اللي هو شريكنا بالعمليه التربويه في سوريا. في كثير من المبادرين قدموا لنا تجهيزات رياضيه، قمنا بتوزيعها على المدارس الاكثر فقرا، وقسم اخر اعطيناه للمراكز التدريبيه اللي تعنى بالمواهب الرياضيه. طبعا مشكوره عده جمعيات كمان عن طريق مديريه التخطيط في وزاره التربيه، تم تقديم حقائب رياضيه وتوزعت لاغلبيه محافظاتنا في القطب، ومع هيك لسه عندنا نقص كثير في بعض المدارس من ناحيه التجهيزات الرياضيه،
ولكن نحن عم نستعرض أن هذه التجهيزات بأعضاء الدروس لا تحتاج إلى أدوات، يعني مثلا فينا ننشط درس ألعاب القوى، فينا ننشط درس الجمباز، فينا نعطي تمارينات بدنية مفيدة وعلاجية للطفل، فينا نعطي ألعاب ومسابقات. يعني بحيث أنه نحن ما نهمش درس الرياضة ونخلي هذا الطفل يدخل بمرحلة الفرح والسرور والسعادة والنشاط الدائم. نعم أستاذ عبد، خلينا هيك من بعد الخطط المدرسية ننتقل إلى المعاهد الرياضية. يعني نحن بنعرف الإقبال الكبير على المعاهد الرياضية بجميع المحافظات السورية. اليوم خلينا نحكي عن واقع هالمعاهد، خلينا نحكي يمكن عن تهيئة، عن يعني التطور يلي هي فيه، وهل هناك خطط بافتتاح معاهد جديدة لاستقطاب كم أكبر من الطلاب؟ تمام. صراحة نحن من يعني من يومين أنهينا نتائج اختبارات القيد والقبول لدخول المعاهد الرياضية. صار صعب الدخول على المعهد؟ إحنا عندنا في عندنا معيار قبول محدد. بس إنه صار صعب يعني. لا صار أخف من السنوات الماضية. لأنه بالسنوات الماضية كان في اختبار لجميع الحركات الرياضية بعدة ألعاب. لا كان في شروط، إن كان الشعر القصير، إن كان اللياقة، إن كان. تمام جد مظبوط. وبعدين لازم يكون الدارس يلم بجميع الألعاب الرياضية. لا السنة يعني السنتين الثلاثة الأخيرة اختصرنا إنه أهم شيء يكون إنه في عندنا لياقة لهذا الطالب. يعني احنا يهمنا احنا عم نخرج مدرس ما عم نخرج لاعب رياضي. فلذلك احنا عندنا مقياس محدد انه لازم تكون شخصيته وجسمه الفيزيولوجي مناسب انه يكون استاذ رياضه. السنه كان في عندنا اقبال منيح، وايضا لاحظنا انه خفت عن السنه الماضيه بسبب افتتاح المعاهد الاخرى لوزاره التربيه اللي هي الرياضيات واللغه الفرنسيه والانجليزيه. كان في اقبال منيح على هاي المعاهد. نحن ايضا عم نلاحظ ببعض المحافظات عم يطالبونا بافتتاح هذه المعاهد في محافظات اخرى، واحنا ان شاء الله السنه القادمه راح نفتتح هاي المعاهد. باي محافظات هلا اكثر شيء احنا حما، سويدا، حمص، اللاذقيه، يعني بهل اكثر المحافظات اللي عندنا فيها نقص مدرسين التربيه الرياضيه راح نفتتح المعاهد في هذه المحافظات لسد الحاجه من الكوادر التعليميه عندنا. طبعا اذا طب الموضوع انه تم هاي المعاهد موجوده وما في اي اشكاليه نهائيا. احنا اهم شيء لاحظنا بالفترات الاخيره يعني انه الحرب اثرت على كثير من الكوادرنا التعليميه، في هجره كثير صارت وخسرنا كثير رياضيين ومدربين وخبرات علميه ورياضيه كثيره. لذلك نحن بدنا وخصوصا هلا بالفتره الاخيره احنا نوجد الكادر التعليمي المهيئ والادوات والتجهيزات، يعني شوي عم تتحسن وتحسن الوضع شوي. وبشكل عام نحن كل سنه تقريبا عم نخرج بكل معهد، يعني احنا عندنا حاليا 4 معاهد موجوده في سوريا، دمشق معهدين، في حلب معهدين، دير الزور في واحد، بالحسكه في واحد. خارج الخدمه طبعا؟ لا كلهم شغالين. خارج الخدمه حاليا معهد الرقه تسكر مؤقتا، وبعدين ان شاء الله بتتحسن اوضاع محافظه الرقه يتم افتتاحه. واحنا ان شاء الله هلا عم نعد مشروع افتتاح مثل ما حكينا هلا 4-5 معاهد ببقيه المحافظات. طيب دكتور، خلينا نحكي عن فينا نقول بطوله العاب القوى اللي عم تجهزوا لها بالتعاون مع مؤسسه الاولمبيات الخاص بذوي الاحتياجات الخاصه، اهميه هي البطوله ودمج هؤلاء فينا نقول بالمجتمع، شو هي التحضيرات، ايمتى رح تكون هي الالعاب؟ طبعا احنا بنعرف انه وزاره التربيه تحوي عدد من المدارس الدامجه اللي تحوي هاي المدارس على اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه. الفكره كانت انه نحن هذول الاطفال مثل ما عم نعمل بطولات رياضيه لكل سوريا، ايضا راح يكون الاهتمام ايضا بهذول الاطفال ونعمل لهم نشاط رياضي بالعاب القوى. يعني حاليا احنا عم نعد بشكل انه خلال يعني فتره قصيره يتم اقامه هذه البطوله بالمراحل الاخيره من التحضيرات. تماما. وراح نشارك فيها عده جوانب، يعني نشارك فيها حتى الاطفال الاسوياء معنا بالبطوله، طلاب المعاهد الرياضيه كمان نفرجيهم كيف نحن نقيم هيك بطولات، كيف لازم يكون مستوى الرعايه لهدول الاشخاص، ونفرجي كمان احنا طفلنا السوري انه هدول الاطفال هن اطفال سوريين مثلهم مثل البقيه، لازم نحن نلحظهم بالاهتمام، لازم نلحظهم بالنشاط، وفي منهم كثير عندهم قدرات بشريه ممتازه. يعني في على سوريا من اصل 135 دوله
بمؤسسة الأمم المتحدة الخاص، سوريا محتلة المركز السابع، فهذا دليل إنه في عندنا نشاط قائم وعم يبدعوا هدول الأطفال، وإحنا كمان لازم نلحظهم بمدارسنا ونعطيهم جوانب للرياضة. تمام، يعني أكيد جهود كبيرة عم تبذل من أجل يمكن جميع الفئات العمرية بالمجتمع لإحياء الرياضة من أول وجديد. خلينا شوي هيك نرجع نركز على الرياضة ودروس الرياضة، وركز شوي على الإناث. يعني بما أنه نحن هيك يعني الرياضة الأنثوية، هيك خلينا هيك شوي نركز عليها، ركز على دعمها، ركز على يمكن أي حدا بيتخرج من المعهد كمان دعم الرياضات الأنثوية. هي زادت، هي صار إلى ضوء شوي، هلا بنشوف على السوشيال ميديا، بنشوف يعني إبراز شخصيات ولاعبات سوريات مهمين. أكيد أكيد، هلا إحنا حتى حاليا يعني جديد من طالباتنا تبع المعهد الرياضي صار في عندنا مدربات، صار في عندنا حكام. نحن مثل ما حكينا إحنا معهدنا رياضية، غير إنه نحن نعطيهم المنهج العلمي والمنهج التربوي حتى يكونوا معلمين أو مدرسين بالمدارس، كمان عم نوفر لهم جميع الأطوبة التدريبية. يعني إحنا طلاب المعهد كلهم يخضعوا لدورات تحكيمية تدريبية، وهذا الموضوع بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام. طب استاذ عبد، خلينا بس هيك نضوي على نقطة، في يعني في خطط بعد المعهد انه يكون في شيء تخصص بنوع رياضة اذا حدا حب، ولا ما في هيك فكرة؟ هلا احنا بشكل عام بالمعهد عم نعطيهم جميع الالعاب، فكرة عن جميع الالعاب الموجودة عندنا بسوريا. طبعا في العاب احنا وزارة التربية مهتمة بعشر العاب منهجية، وان شاء الله بالايام الجايه كمان ما حنزيد هاي الالعاب المنهجيه. بتعرفي احنا عنا 10 العاب منهجيه تهتم فيها وزاره التربيه، وان شاء الله نطورها اكثر ونزيدها على العدد. الكره الانثويه مثل ما حكينا احنا بالفترات الاخيره حاولنا ندخل البطولات الانثويه بنشاطاتنا. هلا احنا من سنتين اهتمينا بكره القدم للسيدات، وكوزاره التربيه عملنا بطولات، واهتمينا بالسنة الماضية أخذت بطولة الدوري السيدات بكرة القدم نادي الخابور. طبعا نادي الخابور دعمته وزارة التربية كونه محافظة الحسكة كانت بعيدة والاهتمام فيها رياضيا نوعا ما قليل. فوزارة التربية قدمت جميع التسهيلات للاعبات نادي الخابور واستقبلتهم في دمشق وأقاموا البطولة وأخذوا بطولة الدوري بهذا الموضوع. دليل أنه إحنا في عندنا أبطال، في عندنا بطلات، ولكن يجب تسليط الضوء على هذا الجانب. صحيح، السيدات مثل الرجال ما يختلفوا عنه شيء، في قدرات بدنيه وعم ينجزوها ويحققوها. احنا حاليا مقبلين انه الاعتماد الاكثر على البطولات الانثويه، وفي عندنا ابطال وفي عندنا مواهب رياضيه، يعني بس بدها اهتمام بسيط من قبلنا. في كثير تساؤلات دكتور، فينا نقول اليوم راح تعود يمكن فينا نقول الدولة الالتزام بالمعهد الرياضي أسوة بالمعاهد الأخرى، يعني في بوادر أمال، كثير أسئلة بتوردنا بحس بخصوص هذا الموضوع. هلا مشكورة وزارة التربية اللي قدمت فرصة للمعاهد، وأنا ما أتصور إنه في عندها مانع إنه أيضا كمان يكون المعهد الرياضي أيضا ملتزم، لأنه أنا بالفعل صار عندنا نقص كوادر بمدرسين التربية الرياضية، وهذا الموضوع إن شاء الله السنة القادمة يتم افتتاح المعهد والتزام إن شاء الله يعني وزارة التربية بخريجين هذه المعاهد. نعم أستاذ عبد، يعني دائما بحصة الرياضة في تشديد على اللباس الرياضي لطلابنا، اليوم بظل الوضع الاقتصادي والغلاء يلي عم نمرق فيه، هل هناك خطة بأنه ندعم هذا اللباس؟ يعني كتير ضروري يكون في بوت، في يمكن يونيفورم خاص بالرياضة بضمن حصة الرياضة، خاصة للاعبين إذا في مباريات بين المدارس أو هيك، يعني في ضمن الخطة بأنه نحن نجمع يمكن أدوات رياضية، هل هناك خطة لجمع لباس رياضي أيضا يستقطب أكبر عدد من الطلاب؟ بشكل عام نحن يعني بمدارسنا ما يعني أعطينا توجيهات عدم الالتزام بالتدقيق على اللباس الرياضي بشان الحالة الاقتصادية اللي نمر فيها والأزمة. بس بشكل عام نحن لكل مدرسة فيها لباس خاص بالمدرسة. يعني أي مدرسة بتحب تشارك ببطولة على مستوى المنطقة أو المحافظة فيها لباس بتشارك فيه، وحتى نحن دائرة التربية الرياضية في جميع سوريا عم تقدم تجهيزات ألبسة أدوات للفرق المشاركة معنا بالبطولات الرياضية. طبعا مشكور أيضا المجتمع المحلي كمان عم يقدم لنا أحيانا ألبسة تجهيزات تيشيرتات طابات، يعني كل هذا الموضوع عم نحاول احنا نوفره للطالب وما
نزيد العبء المالي على اهله وذويه. ان شاء الله الايام الجايه مثل ما قلنا نحن يكون في عندنا حلول اخرى نساعد وتدعم هذا الطفل، لانه للامانه الرياضه عم تعيش الطفل بحاله من انه يحس انه هو عم يوجد حاله، يعني خصوصا انه يفكر حاله انه هو بطل وانه هو الاول وهو لازم. طبعا حتى صار موضوع درس الرياضه عم نتبعه كاسلوب تربوي. اغلبيه مدرسين طاقة الأطفال صحيح. اغلبيه مدرسين اللي لاحظوا طفل صار عنده تقصير بماده معينه صاروا بيخوفوه انه ليك اذا ما حسنت هاي ممنوع تنزل على درس الرياضه. فصار درس الرياضه كمان حافز انه الطفل يطور حاله مشان يمارس نشاطه الرياضي. طيب دكتور، بما انه عم نشوف في توجه لوزاره التربيه بالاهتمام بالماده الرياضيه، رح نشهد بطوله كره قدم ممكن تنطلق قريبا للمرحله الابتدائيه، يمكن هي اكثر مرحله فينا نقول الاطفال عندهم طاقة ونشاط فينا نستثمره بطريقه صحيحه. صح كلامك، واحنا اكثر الموهوبين نكتشفهم بهاي المرحله العمريه 100%. يعني احنا نكتشف الاطفال الموهوبين بالمرحله الابتدائيه ويتم رعايتهم بالمراحل التعليميه القادمه. طبعا هلا احنا مبدئيا هلا كمان عم نحضر لبطوله كره قدم، موعدها ايمت؟ قريب جدا، التعاون مع الاتحاد الرياضي العام وبعض الداعمين، لانه نحن سابقا كانت البطولات الرياضيه وزاره التربيه تقيم 56 بطوله رياضيه على مستوى سوريا. كان احنا تكلفه اطعام الطالب 100 ليره سوريه قبل الازمه، كانت ال 100 ليره السوريه بطعم الطفل يعني ثلاث سندويشات وبيبسي، لكن بالوقت الحالي كطعام طفل مثله ما بتساوي شيء. لذلك نحن في شركاء داعمين لنا بيقدموا لنا اطعام الاطفال وما تبقى وزاره التربيه مثلا الاقامه المواصلات الجوائز. ضمن ميزانيه وزاره التربيه ما في جزء مخصص ولكن لدعم هي النشاطات احنا القانون احيانا القانون ما بيسمح لك. هلا احنا مثلا اطعام الطفل 100 ليره سوريه ما فيك انت بدك تدوري بند على بند لفيك تصفي له اكثر. تعديل هي البنود تماما. هلا سابقا نحن كنا ونحن والاتحاد الرياضي بيقدم لنا تقريبا شيء 1500 ليره اطعام للطفل، يعني كانت ممتازه. بالاضافه اللي تقدمه وزاره التربيه كان يتم اطعام الاطفال بالشكل الصحيح، تقديم الجوائز والهدايا، وكنا نقيم جميع بطولاتنا الرياضيه. هلا هاي يعني ايام زمان كانت 56 بطوله. فتخيلي احنا بالسنوات هاي صرنا نقيم بطوله او بطولتين. فخر. اي لانه ليش الكتله الماليه ما بتغطي نعمل جميع البطولات متوفره. تمام. يعني استاذ عبد بالختام هيك خلينا نحكي كلمه اخيره يعني او مناشده لنهوض الواقع الرياضي التربوي بالمدارس، التشديد على الحصص الرياضيه ودعمها بجميع الادوات اللازمه. ممكن اعطاء حصه، ممكن تكون حصه الرياضه هي حصه او ماده مرسبه ضمن المواد لتكون بحق بوضع يعني جدي بين المواد. نداء أخير، كلمة أخيرة، مناشدة يعني التعاون مع الأهل وتعاون الطلاب أيضا مع وزارة التربية لنهوض الواقع الرياضي. ليكي احنا سابق يعني من شيء 3-4 سنين بلشنا بإنتاج منهج رياضي للطفل مثله مثل كتاب الموسيقى، كتاب العلوم، كتاب الرياضيات، وأنجزنا 4 صفوف تعليمية. وقفنا المشروع لانه الغلاء الصار هالكم سنه صار في عبء على وزاره التربيه من ناحيه طباعه الكتب المدرسيه وتقديمها للطلاب مجانا. فاجلنا موضوع فكره المنهج الرياضي لحتى ما تحلحل امورنا الماليه. موضوع انه ماده التربيه الرياضيه انه تكون مرسبه، هلا في اغلبيه المدرسين عم يعتبروها انه هي ماده مساعده للطفل. لا بالعكس، هي ماده اساسيه ولازم نحط لها علامه بالشكل الصحيح، ولازم كل طالب ياخذ حقه بهاي الرياضه، انه انا هذا مستواي الرياضي هيك، مثله مثل مستوى بالرياضيات، الماده اللغه العربيه، فيزياء، الكيمياء. الموضوع الاخر، انا ناشد كل الاهالي، الرياضه اساس لكل شيء. نحن لو ما رياضه ما عم نمشي، نتجه لعملنا كل صباح، لو ما رياضه ما ننجز اعمالنا المنزليه، لو ما رياضه احنا ما نشتغل اعمالنا المكتبيه بشكل يومي. الرياضه بتفتح العقول. صحيح. العقل السليم، النفسيه، العقل السليم في الجسم السليم. الرياضه ما راح تاخذ من وقت الطفل ولا راح تاخذ من تضيعه عند دراسته، لا بالعكس،
الطالب في يوزع وقته، في ينظم اوقات دراسته. الرياضة منشطة للعقل، لذلك انا من منبرنا هذا نوجه تحية للاهالي ونحببهم انه مادة الرياضة لا بالعكس مادة منشطة لطفلهم، ونحب انه هني كمان يكونوا شركاء معنا بالعملية هاي، وإذا قدروا انه يوصلوا ابنائهم للبطولات الرياضية والانجازات الرياضية يكونوا من الشاكرين. احنا عندنا كثير مواهب موجودة بسوريا بدها رعاية من قبل الأسرة والأهل والتربية والاتحاد الرياضي العام. يعني مثل ما يقولوا ايد واحدة ما بتصفق، إذا اشتركت جميع الجهات في سوريا نحن التشاركية في العمل نوصل لواقع رياضي يليق بسوريا، ونشوف احنا كمان ابطالنا يتوجون بالمحافل الدولية ونرفع راسنا قدام الدول، ونحن عندنا ابطال وعندنا وطننا السوري يقدر يحقق انجازات، وهو يعني رياضي ورجل سلام، ونوصل هالرسالة لكل العالم. أكيد بالختام نتشكرك دكتور، أساسا بالرياضة حياة، إذا بنختصر كل هذا الحكي فجهود كبيرة عم تقوموا فيها مشكورين عليها. الدكتور عبد الحميد زرير رئيس دائرة التربية الرياضية في وزارة التربية، نتشكرك أكيد على وجودك معنا. شكرا لكم ولقناتنا الأخبارية ولجميع الأخوة المشاهدين.